والآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس. نعود مرة أخرى إلى آية كفوري. إليك آية. شكرا لكم. والآن مرة أخيرة محليا وعالميا نتابع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا. وهذه درجات الحرارة المشاهدين المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأها من القاهرة: العظمى 18، الصغرى 10، الإسكندرية 16 11، مطروح 16 10، بورسعيد 17 11، والإسماعيلية 18 10. نزل بعدها إلى السويس: العظمى 19، والصغرى 12، العريش 17 10، طابة 21 13، شرم الشيخ 25 14، والغردقة 24 13. أيضا الأقصر: العظمى 24، والصغرى 8، أسوان العظمى 25، والصغرى 9، الوادي الجديد 24 7، وشلاتين 26 13، وحلايب أخيرا 23 14. أما مشاهدين عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز لقطات اليوم.